اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدد جديد من الحصاد اليوم الاربعاء 26 مايو 2021. ليس من السهل ان تكون وزيرا في حكم بورقيبه وترفع صوتك منتقدا غياب الديمقراطيه في حزب الرئيس وتنتقد توسع الوزير القوي احمد بن صالح في تجربه التعاضد. مواقف خالده لمن اسماه البعض بابو الديمقراطيه في تونس الذي رحل عنا منذ ايام. نرجع على البعض من سيره احمد المستيري السياسي البرجوازي ذا الفكر الاشتراكي الديمقراطي، كما باش نرجع على اخر التطورات على الساحه السياسيه مع ضيوفنا الاعلامي والمحلل السياسي سي صلاح الدين الجورشي. مرحبا بك سي صلاح. مرحبا، اهلا وسهلا. والقيادي في حركه النهضه سي العاج مليوني. مرحبا بك سي العاج. مرحبا، تحيه لكل المشاهدين. مرحبا بك. خلينا في البدايه نرجع على بعض المحطات في سيره المناضل المرحوم احمد المستيري في التقرير التالي ثم نعود للنقاش. تفضل. وصفوه بأقوى وزراء بورقيبة وأشرسهم معارضة له خلال فترة حكمه. إنه المناضل والسياسي والمحامي أحمد المستيري، سليل إحدى العائلات الثرية التي تعود جذورها إلى مدينة المنستير. في عام 1942 انتمى إلى الشعبة الدستورية بالمرسى، ودرس الحقوق بالجزائر، ثم سافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته الجامعية لينخرط في مهنة المحاماة بتونس منذ سنة 1948، ليلتحق في جانفي 1952 بالديوان السياسي السري للحزب الحر الدستوري، وفي 1954 أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. عين المستيري على رأس كتابة الدولة للعدل أنذاك في أفريل 1956 في أول حكومة بعد الاستقلال، وساهم في تونسة الجهاز القضائي وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية. شغل الراحل منصب ممثل تونس في مجلس الأمن إثر أحداث سقية سيدي يوسف 1958، وفي ذات السنة تولى حقيبة المالية والتجارة. وبين سنتي 1960 و1962 شغل منصب سفير بكل من موسكو والقاهرة والجزائر، ليعود إلى تونس سنة 1966 على رأس وزارة الدفاع. عارض المستيري علنا سياسة التعاضد التي كلفته طرده من الحزب الحاكم أنذاك قبل أن يعود إلى الديوان السياسي للحزب في أفريل 1970 بعد إزاحة أحمد بن صالح. عين الراحل وزيرا للداخلية عام 1971، لكنه استقال بعد فترة وجيزة لعدم وفاء بورقيبة بوعوده بخصوص الانفتاح السياسي. انتخب في أكتوبر 1971 في اللجنة المركزية للحزب، ولكن الأخير علق نشاطه قبل طرده نهائيا في جانفي 1972، كما عزل من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال. انطلقت معارضة أحمد المستيري لنظام بورقيبة في جوان 1978 عندما أسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ليشارك حزبه عام 1981 في أول انتخابات تعددية انتهت بإعلان فوز الحزب الحاكم، لكن مسؤولين في الدولة اعترفوا بعد ذلك بوقوع تزوير كبير في تلك الانتخابات. عام 1986 تم إيقافه وسجنه وأخضع للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة بالعدوان الأمريكي على ليبيا، وانسحب طوعيا من الحركة التي أسسها، وبذلك وضع المستيري حدا لنشاطه السياسي. بعد الثورة وإثر أزمة سياسية خانقة طرح اسمه من جديد، وتم ترشيحه في 2013 خلال الحوار الوطني لترأس الحكومة، لكنه رفض العودة للحياة السياسية. رحل المستيري في 23 من هذا الشهر عن عمر ناهز 96 عاما، وقد نعته الساحة السياسية والشعبية. خلينا نبدا معك سي صلاح. نبداو اولا بشخصيه احمد المستيري الله يرحمه. احمد المستيري اللي تربى في ظل الدوله البورقيبيه، في ظل الحزب الواحد، في ظل استبداد وجبروت بورقيبه. هذا هذه الشخصيه، شخصيه احمد المستيري، وتعرف ان بورقيبه ما تعودش بوزراء يخالفوه ولا يعارضوه. هذه الشخصيه كيفاش تكون عندها الوعي ربما بمعارضه النظام السياسي اللي تربى في ظله؟ اولا انا من حقيقه ما نسميهاش الدوله البورقيبيه، هي الدوله الوطنيه. بورقيبة كان عنصر أساسي في بناء هذه الدولة. من ناحية ثانية معناها كي تعمل أنت مقارنة سريعة بين مرحلة بورقيبة ومرحلة بن علي، راهو في داخل الحزب الدستوري اللي كان يشرف عليه بورقيبة كشخصية قوية وكأب
كانت هناك حركيه، كانت هناك اختلافات. الحركيه اللي تحكي عليها انا فيها احمد المسيري اللي حاول في تجربته الاصلاحيه ان يدخل نوع من الحركيه كنت تحكي عليها ونوع من الديمقراطيه تنجيه بعد الانتباه. كان ثم اجنحه داخل الحزب الدستوري، اجنحه ربما مش معترف بها، مش مهيكله، ولكن كان هناك تيارات وكان هناك اختلافات وكان هناك مراجعات فكريه تاقع وسياسيه من حين الى اخر في داخل دوائر الحزب الدستوري. إذا بورقيبة كان لا يؤمن بالديمقراطية على مستوى البلاد وما يؤمنش بالديمقراطية الفعلية داخل الحزب الدستوري، لكن كانت هناك فجوات مكن من أنه واحد كما أحمد المسيري، واحد كما أحمد بن صالح والعديد من القيادات الدستورية بعد تقاها أولا عندها شخصية سياسية، عندها ثقافة سياسية، عندها قدرة باش تعترض على بعض القرارات. ومؤتمر مثلا مؤتمر المنستير كان مؤتمر صراع، فبالتالي أحمد المسيري في هذا الإطار كان قريبا من بورقيبة، كان متأثر ببورقيبة، لكنه في لحظة من اللحظات اختلف مع بورقيبة حول الفلسفة السياسية للحكم، واعتبر بأنه إذا باش تواصل السياق هذايا متاع سيطرة كاملة أبوية وحزبية ضيقة فإن البلاد ستختنق ولا تستطيع، لا يستطيع النظام اللي أسوه مع بعضهم واللي أسوا بورقيبة لا يستطيع أنه يستوعب التحولات اللي بدأت تدخل لها تونس. إذا أحمد المسيري كان من الأشخاص الذين القلائل ربما اللي بدأ يلتقط فكرة ضرورة الانتقال إلى نظام ديمقراطي. في البداية لم يكن يطالب بالديمقراطية على مستوى الوطن، على مستوى تونس، كان يطالب بالديمقراطية داخل الحزب الدستوري، ولما وجد مقاومة شديدة ورفض سواء من بورقيبة أو من الجناح الأغلبي الذي انساق وراء بورقيبة أدرك بأنه عليه أن يغادر الحزب الدستوري ويفكر في بناء هياكل أو تيار أو حياة سياسية خارج الحزب الحاكم. هو ثم برشا نقاط للنقاش اللي يختلف معك شخصيا فيها. أولا هو ما غادرش الحزب الدستوري بطريقه تلقائيه بل اطرد من الحزب، وهذا تقريبا وقائع تاريخيه. على كل تنجيوها اتباعا حتى المؤتمر المسير نتاع اكتوبر 70 نجيوها اتباعا. الخلاف الاول عجمي بين النظام البورقيبي واحمد المسيري كان بسبب الخيارات الاقتصاديه اللي انتهجها نظام بورقيبه في ذلك الحين واللي تعتمد اساسا على تجربه التعاضد. دونك الخلاف الاول ما كانش خلاف سياسي حول ديمقراطيه الحزب او الديمقراطيه خارج الحزب، بل كان خلافا حول المنوال التنموي التي تم اعتماده والذي تم اعتماده في الستينات. هو الخلاف الأساسي اللي كان مع بورقيبة ما كانش بين المستيري ولا جماعته ولا اللي بعد ولا جماعته، ولا بين بن صالح وجماعته ولا اللي بعدين ولا جماعته، إنما كان خلاف مع صالح بن يوسف. خلاف كان هذاك الخلاف الأساسي واللي هو حجب بقية التناقضات. خلاف شخصي ولا خلاف حول الخيار التنموي؟ لأن نحكيه الساعة الخلاف الكبير اللي شق الحركة الوطنية واللي معنا خلى البلاد تعيش معنا حالة أزمة وسط إلى حود شيء يشبه الحرب الأهلية، هو الخلاف بين بورقيبة وبين صالح بن يوسف. بقية النخبة السياسية في ذلك الوقت ثم شكون نحاز بن يوسف، ثم شكون نحاز البورقيبة، والغالبية نحازوا معنا البورقيبة وأصبحوا من رجالات بورقيبة من بناة الدولة معنا الجديدة. وبالتالي الخلافات في الوقت ذاك باش تكون حول الخيارات الاقتصادية وليس حول الخيارات السياسية، لأن الخيارات السياسية حسمها بورقيبة في أنه ما قبلش مصالحة مع بن يوسف، مشى في المواجهة حتى اللي توجت باغتيال صالح بن يوسف قرر باش يصفي الشق ذاك اللي كان عنده تقاطعات مع الدول في الإقليم ومع معناها خيارات معينة، وحتى داخل حتى الخيار المجتمعي داخل البلاد صالح بن يوسف كان معاه زواتنا وما إلى ذلك اللي هم بورقيبة ما هواش مش هذاك المشروع اللي كان يدافع عليه. ولهذا الخلاف في البداية الخلاف السياسي الكبير كان مع صالح بن يوسف. الخلاف السياسي مع بورقيبة باش يظهر بعد فشل تجربة التعاضد أو إنهاء تجربة التعاضد ودخول مرحلة جديدة من اللي طبعا الميزة نتاعها هي الخيارات الاقتصادية الليبرالية مع الحفاظ على الحزب الواحد. باش يظهروا ناس داخل الحزب، هذا يبدا معنا حتى سمع سي احمد التليلي في الرساله نتاعه الشهيره، خاطر ثم توا خلاف واحد يقول لك راهو اب الديمقراطيه هو احمد المستيري، واحد يقول لك لا راهو احمد التليلي هو اول من طالب معنا بتعدديه وبانفتاح النظام السياسي. لكن بكل حال سي احمد المستيري والناس اللي كانوا معاه القناعه نتاعهم انه يلزم النظام السياسي يتطور ليواكب التطور نتاع المجتمع التونسي معنا بعد 10 سنوات معناها من الاستقلال.
انتظاراته وطلباته وطبيعة النخبة متاعه. خلينا عجمي في الخلاف الأولى اللي صار ما بين أحمد المستيري ونظام بورقيبة، ووقت اللي أعلن أحمد بن صالح أحمد المستيري معارضته لخيارات أحمد بن صالح في منوال التنموي. هو هذا راو وانه تم طرده ايضا شرائح واسعه، طرده من الحزب في عام 1960. خلاف مش داخل الحزب بركه، خلاف هذا الشعب التونسي. ثم ناس رفضوا معنا الخيار نتاع التعارض، وخاصه الطريقه اللي طبق بها، الطريقه البيروقراطيه ولا الطريقه معنا التعسفيه المسقطه اللي خلت برشا فلاحين معنا في الشمال وفي الساحل، ناس رفضوا الخيار هذا، اعتبروا فيه معنا الى حد ما تعسف عليهم وهضم الحقوق نتاعهم. ولكن بعد النتائج تبينت النتائج ماهيش نتائج معناها يعني مقنعه، وتم الدخول في تجربه جديده. سي احمد المستيري من ناحيه الخيار الاقتصادي والسياسي منسجمين مع بعض، وهو راهو متماشي مع روح العصر. انا نذكر مره شفت معناها مقال معناها السي احمد المستيري في جريده لوموند يمكن 69 ولا الفتره هذيك، معناها يعني الوقت هذاك ويتوقع بفشل الاتحاد السوفيتي، لا يتوقع الاتحاد السوفيتي باش يكون عنده مستقبل، ويعتبر في معناها ربما طبيعه التكوين نتاعه او الموارد اللي ياخذ منها في الثقافه نتاعه وفي ثقافته السياسيه خلاته ياخذ الموقف هذا، لكن يعتبر مبكرا جدا توقعه هو لفشل الاتحاد السوفيتي. فاذا كان عنده خياره السياسي منسجم مع خياره الاجتماعي التحرري وخياره الاقتصادي كذلك بتاع الانفتاح والخيار. نعم هو في تقديرك او هي تبقى في الاخر اشتراكيه تونسيه ملطفه. الروح نتاعها العداله الاجتماعيه اللي بقات بعد لما تاسست حركه الديمقراطيين الاشتراكيين اصبحت هي احدى الاعمده التي قامت عليها الحركه. هو سي صلاح في تقديرك علاش عارض احمد بن صالح تجربه التعاضد؟ البعض يقول انه ربما ما هوش إيمان بجدوى ربما السياسة اللي تم اعتمادها اللي تتمثل التجربة الاشتراكية مع أخذ المبادئ نتاع الدول الاسكندنافية، بقدر ما هو ربما انحياز للعائلة اللي جي منها اللي هي عائلة ارستقراطية برجوازية عائلته تعتبر من ملاك الأراضي، والتعاضد ربما يعارض هذا. شوف ثم حاجتين نحب نوضحهم. أولا راهو أحمد المسيري استقال قبل أن يطرد، ولأنه مش من نوعك اللي كان يعني معناها يخاف من أنه يجرأ ويستقيل، إنما هو حاول من عام 72 لكن لا لا استقال من الحزب الدستوري، استقال من الحزب الدستوري هكا 68 أطرد بعدين أرجع عام 70، هذا قالوا في شاهد على العصر مع أحمد منصور في سبع حلقات. هنكملك أنا معلوماتي ومن خلال معرفتي به ومعرفتي بالحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والعائلة اللي أسست والتيار اللي أسس، معناها هم وصلوا إلى درجة في لحظة من اللحظات أنهم تجرؤوا وأعلنوا استقالتهم من الحزب، مش فقط على مستوى مسؤوليات. هو استقال في الأول من مسؤولياته الحزب السياسية والحكومية، ومن بعد جاءت فترة أعلن استقالته من الحزب وآمن وأدرك بأنه عليه أن يؤسس شيئا جديدا بالتعاون مع الأمر الثاني أحمد المستيري ما كانش ضد التعاضد، كانش عنده نزعة ليبرالية معناه نتاع نظام رأسمالي استغلالي، لا لا، أحمد المستيري كان مع فكرة التعاضد ومع سياسة التعاضد، لكنه كان ضد الأسلوب، ضد المنهجية اللي تبعها أحمد بن صالح، واللي هي فيها نوع من الفرض، فيها نوع من الفرض، واللي ما خلتش التوانسة يستوعبوا ويشاركوا بفعالية وبنجاعة وبإيمان بالتجربة الجديدة. وذلك أحمد المستيري ما نجموش نعمل معاه قراءة طبقية باش نبينوا أنه من عائلة ثرية، ورد الفعل هو أنه أراد، بل بالعكس هو كانت عنده خلافات مع الهادي نويرة، لأن الهادي نويرة كانت عنده توجه ليبرالي وسياسة تحررية معناها كبيرة. وذلك عاش وقت جاوا باش يأسوا الحركة الحزب سموها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، فهما ما تخلاش عن فكره الاشتراكيه هو والجماعه اللي معاه، وانما راوا بانه كيفاش ممكن الديمقراطيه تنسجم او تتاقلم مع التوجه الاشتراكي. التوجه الاشتراكي ما كان يقول توا عجمي معناها التونسي اللي يراعي معناها خصوصا ما كانش عندنا طبقات بالمعنى معناها التقليدي والقديم والكلاسيكي، لا، كانت هناك فئات اجتماعيه فهمتني تتصارع الى حد ما، ولكنها في وضع تونسي اللي ما يسمحش بأنك تعمل اشتراكية حادة وإجبارية وتخلي التوانسة وكأنهم يوليوا قوالب سكر، لا، كانت هذا يعارض أحمد المستيري.
سؤالك شنو الان اللي طرحته؟ انا حكيت على ربما انه معارضته لتجربه التعاضد ما كانتش بوعي ربما بال لا انا يعني في رايي كانت عندك تقرا مثلا الوثائق التاسيسيه للحزب تشوف القسم المتعلق معناه بالاشتراكيه، معناها كانت ثم اشتراكيه انسانيه فيها الكثير من اللي جزء منها قاعد طبق بعد ذلك بشكل معناه كبير وواسع النطاق. لكن احمد المسيري فاش قيمته فين؟ احمد المسيري اولا معناها استطاع ان يتخلص الى حد كبير من هيمنه وقوه وشخصيه بورقيبه. معناها وصل لحظه من اللحظات اصبح يتعامل معها بنوع من النديه دون ان يفكر في انه يزيحه او معناها يدخل معه في شراخ شخصي حول الحكم، لكن كان يعتقد بان بورقيبه تجاوز جبة الزعيم وأصبح أن يفرض نفسه على الشعب التونسي وعلى النخبة. وحمد المسيري كان ياسر رجل قانون، يعني مش خارج القانون. بورقيبة ما يمش بالسرية، أحمد المسيري ما يمش بالسرية، أحمد المسيري ما يمش بالعنف. وإحدى ثوابت الفكر اللي ديما كان يديه في خطاباته السياسية أنه لا للعنف، حتى وقت اللي التقى براشد الغنوشي في الأول والمجموعة الأولى كان ديما يأكد معناها أولا على التونسة، لأن هناك شخصية تونسية، هناك تونس لابد تعطى لها الأولوية، ويرفض أن حزب من الأحزاب في تونس يعني يرتبط بالخارج ويكون مغذى من طرف أطراف خارجية. وثانيا كان حمد المسيري يؤمن بالعمل القانوني والعمل السياسي اللي ما يقومش على العنف، وهذه هي اللي طبعت في الحقيقة الحياة السياسية وقت اللي بدأت تأسس معارضة إلى حد ما جدية في أواخر في 81. في 81. الأمر الثالث اللي هو مهم في أحمد المسيري هو أنه كان يحاول أنه يجمع المعارضة، صحيح مش بسهولة، صحيح أنه كانت بعض، لكن كان هو أول من فتح باب حزبه باش يستقبل بقية الأطراف سواء الحزب الشيوعي أو حركة الاتجاه الإسلامي، وبدأ يتشاور معهم حول تأسيس جبهة معارضة من أجل تعميق الحريات وتأصيلها في تونس. هذاك علاش هو يعتبر معنا من ناحية أب التجربة الديمقراطية في نشأتها الأولى في تونس. هو قاعد تجربية برشا سيسلاح، لكن خليني نفترض أنه أحمد المسيري استقال من الحزب، علاش رجع له بعتالي في شوف لا لأنه مهم برشا، إذا كان هو منسجم على روحه علاش رجع للحزب الاشتراكي الدستوري بعتالي؟ الحاجة الأولى احنا ثم مرحلة قفزنا عليها الحقيقة، اللي لابد أن نتحدثوا لها شوية في مسيرة سي أحمد المسيري الله يرحمه، هي ما قبل الاستقلال. قبل الاستقلال كان عنده دور أحمد المسيري، ودور مهم عنده في اللي يتسمى في الأدبيات نتاع الحركة الوطنية ولا نتاع الحزب، معناها المعركة الحاسمة ويسموها المعركة الفاصلة، لما كانت القيادة نتاع الحزب بعضها في المنفى والبعض الآخر تحت الإقامة الجبرية، أحمد المسيري ضمن ثلة أخرى كونه ديوان سياسي سري أو قيادة سرية، والقيادة السرية هذه هي التي قادت المقاومة المسلحة، هي التي نظمت المقاومة المسلحة وأدارت المعركة المسلحة معنا نتاع الفلاقة والمجموعات اللي توجدت معنا في المدن وفي الجبال، وهو كان أحد الشخصيات البارزة في هذا. هذا بعد لابد أن يتم إبرازه في شخصية أحمد المسيري. أيضا الوفد اللي فاوض على الاستقلال في حكومة الطاهر بن عمار، وقتها سي أحمد المسيري كان هو رئيس ديوان سي المنجي سليم اللي هو كان مشارك في المفاوضات، وكان يعتبره بمثابة مقرر المفاوضات أو كاتب عام المفاوضات، فكان هو وهو اللي يبعث التقارير لقيادة الحزب اللي مش موجودين في المفاوضات، بما في ذلك صالح بن يوسف كان يحطه في صورة المفاوضات والتطورات نتاعها. فإذا هو كان قريب جدا، معناها له دور بارز في تنظيم المقاومة المسلحة وإنجاح منها العمل المسلح، ثم له دور معناها مهم جدا أيضا في المفاوضات من ناحية مواكبته لها ومن ناحية مشاركته فيها ومن ناحية يعني، وهذا يقوله في مذكراته ويقوله في شهادة على العصر وترويه أيضا كتب التاريخ بدون شك. معناها هو ضمن النخبة المحيطة بورقيبة لم يكن أقربهم لبورقيبة، ربما كان قريب لشخصيات أخرى أكثر، قريب للمنجي سليم ولا قريب معناها يعني
معناها الحبيب ثامر او اكثر من اللي هو كان قريب البورقيبه، وكان عنده موقف ناقد، موقف ناقد من بورقيبه. معناها لما حتى بعدين معناها رغم طغيان شخصيه بورقيبه على النظام السياسي وعلى الحياه السياسيه، احمد المستيري بقى يحتفظ به حتى في الصراع اليوسفي البورقيبي. ما هواش ما نعتبروش منحاز البورقيبي، نعتبر اللي ويراه أن ما حدث في حق بن يوسف جريمة، وما حدث في حق بن يوسف كان خطأ، وكان يمكن ربما يسوى بطريقة أخرى. وأنه الخيار اللي مشى في بورقيبة متاع الاستئصال والمعناها التصفيات معناها، وكان هذا موقف معلن بالنسبة للمستيري على كل حال. لا خاطر اللي كان يكون موقف كما هيك بورقيبة في عز الجبروت نتاعه ما كانش نتصور أن يكون في حق. هو له مؤاخذات على بن يوسف، له مؤاخذات على بن يوسف، وبن يوسف لم يكن بعيدا عن المفاوضات، ولم يكن هناك في الأصل خلاف جوهري بين بورقيبة وبين بن يوسف. الخلاف ربما تعمق فيما بعد وتجذر فيما بعد، ودخلت عوامل عديدة خلات معناها التقارب أو المصالحة معناها ما تنجحش. ولكن على كل حال قلت أحمد المستيري ما هواش راضي تماما على اللي عمله بورقيبة في الخلاف البورقيبي اليوسفي، ما كانش أقرب الشخصيات البورقيبة، قلت كان قريب كل طيب المهيري ولا قريب المنجي تسليم أكثر من اللي هو قريب معناها البورقيبة. ولكن فيما بعد الخلاف هو يشوف اللي يلزم يتطور نظام السياسي، معناها تطور يتناسب مع تطور المجتمع التونسي، وهذا تشترك فيه نخب عديدة، ناس من داخل النظام، وسيلة كان عندها رأي ربما قريب من هذا، طاهر بالخوجة كان عنده رأي مش بعيد على هذا، الحبيب عاشور نفسه معناها ما كانش رافض معناها انه البلاد تمشي في نوع من الانفتاح السياسي، اللي كانوا رافضين الصياحة لهدي نويرة معناها، والاعتبارات يعني بعضها يتعلق بالخلافة او بالصعوبات اللي مر بها النظام والازمة اللي مر بها النظام. احمد المستيري لما اعلن معارضته ولما خرج من الحزب ولما بدا يفكر باش يكون حركة اخرى ما كانش وحده، كان معاه معناها نخبه منهم معناها البيجي قايد السبسي، منهم المجموعه اللي كانت مع حركه الديمقراطيه للشراكين. لما تم الاعتراف برابطه حقوق الانسان في معناها في 7 ماي 77 منح التاشيره للرابطه، الوقت هذاك معناها ثم عريضه امضوا عليها 520 شخصيه من جامعيين ومثقفين واعلاميين وسياسيين تطالب بمعنى الانفتاح السياسي وباحترام الحقوق الحريات الديمقراطية ومعنى تدشين مرحلة ديمقراطية وتكون المجلس الوطني للحريات. معنى في الظروف هذه تكونت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. فإذا معنى ما كانش وحده سي أحمد المستيري، لكن كان سباق، كان جريء، كان مواقف تتسم بشيء. أنا حبيت نمشيو بالخطوات هيك التاريخية، نمشي بشوي بشوي. نعم. لكن انتم قفزتوا بينا حتى ال 85 يعني بك حتى العام، مش مشكل، انا حتى ال 50 و 52 و54 شنو هي يعني تحس انه حميد المستيري في لحظه من اللحظات كان غير منسجم مع نفسه، علاش خرج من الحزب الاشتراكي الدستوري في 68 وعلاش رجع له في عام 70؟ يعني شنو اللي خلاه يخرج؟ شوف سبب واضح، هو معناها كان ثم خلاف مع بن صالح، دونك ما كانش المسألة الديمقراطية هي مطروحة بالنسبة لأحمد المستيري في 68، دونك كانت مشكلة اللي هو عنده خلاف مع أحمد بن صالح وحاول يجيب التعاضد بس. لا دونك علاش رجع؟ ما هذا هو اللي حبيت نفهمه. قلت لك عاود ارجع شوية باش تتبع المراحل، السياق الزمني. السياق الزمني أحمد بن أحمد المستيري كانت عنده خلاف حول أسلوب إدارة الشأن الداخلي للحزب الدستوري، وكان عنده خلاف مع بورقيبة في هذا الأسلوب في, 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 في إدارة شؤون الحزب، وكان يعتقد مش وحده كما كان يقول معناه مع ناس أخرين موجودين، حسين بن عمار هو شخصية كبيرة ياسر معناه كانت موجود، الباجي قيس سبسي في بعض الجوانب، وإن كان ما مشاش في فكرة تأسيس الحزب حركة الديمقراطية الاشتراكيين كحزب معارض. أحمد إذا هك الصراع الداخلي خلى أنه في الأول وقع ضغط وقع منه واعترض على بورقيبة وبدا يعرف ان بورقيبة باش يقيله استقال. بعد ذلك جات فكرة انه هل داخل الحزب هناك ناس نقاشات معناها هنا وهناك انه علاش ما نكونوش تيار، وفما ناس قاعدة تطالب داخل الحزب نسعى الى تغيير الحزب من داخله، فبالتالي سيطر على فكرة الاصلاح
كيما الناس تو داخل النهضه، ثم زمن بتطوير النهضه من الداخل، ثم بتطويرها من الخارج. فهو مشى في اتجاه في الاول انه سيدي نعملوا تار وندخلوا في نحضروا المؤتمر نتاع المنستير ونشاركوا ونحاولوا نغيروا ميزان القوى من الداخل. واذا به رغم التغيير اللي حصل ورغم الانتخابات اللي حصلت، بورقيبة ألغى نتائج الانتخابات، وبالتالي معناها استعمل الحزب وكأنه معناها تابعه هو. وبطبيعة الحال كانت مجموعة حول بورقيبة اللي هي مشات في اتجاه تدعيم فكرة سلطة الرئيس باش يستغلوا سلطة بورقيبة من أجل معناها تسجيل حضورهم بشكل قوي. وقت اللي أدرك بأنه محاولة الإصلاح في الداخل فشلت، هو والمجموعة اللي معاه قرروا أنهم ينسحبوا وأعلنوا استقالتهم وكونوا وأعلنوا عن تأسيس حزب بديل. حاجة ثانية حبيت أن لا أنا من خير معرفتي نزيدوا نجموا ندقوا هذايا، والآن مازال رفاقه بعد اللي يعرفوه عن قرب، معناها ما كانش عنده ميولات يوسفية. لا مش ميولات يوسفية، في الخلاف اليوسفي البرجيبي هو كانت عنده لا, لا يعتبر أن طريقة إدارة هذا الملف من بورقيبة كانت طريقة سليمة من الناحية القانونية، من الناحية الأخلاقية، ومن الناحية السياسية. معناه هو معناه ما قالش بالطريقة هذه، هو معناه هو يعتبر بأنه بن يوسف معناها أخطأ في كيفية إدارة المعركة مع فرنسا في اللحظة الأخيرة، ووقف مع بورقيبة أحمد المسيري. أحمد المسيري يعتبر بورقيبي، هو كان في الوفد المفاوض سي صلاح، وكان هو نفسه يقول في مذكراته يقول كنت نعلم في سي صالح بن يوسف يوميا اول باول على تطور المفاوضات. باعتبار احمد بن صالح امين عام تاع الحزب، باعتبار امين عام صالح بن يوسف باعتبار امين عام. فما معناها ما تخلش في التمكنكات وفي الصراعات الجزئيه الداخليه، لكن على مستوى الخط العام معناها كان مع بورقيبه، لانه بورقيبه مش فقط صراعه على الحكم فقط مع صالح بن يوسف، في كيفية فهمه للدولة وفيها معناها أحمد المسيري استوعب وآمن بالمشروع أو بالمضامين الأساسية لبناء الدولة وللمجتمع ولكيفية صياغة المجتمع. مثلا خذا قضية فكرة أنه القانون يلعب دور كبير في تغيير المجتمع، أحمد المسيري تبنى وخذا المسؤولية على عاتقه، وفي مجالات الحوية الشخصية دافع عليها بشكل كبير في هذا الاتجاه. المسألة الأخرى اللي حبيت معناها نشير لها أنه وقت جات عملية تأسيس الحزب، ميزة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في السياق التونسي في وقتها أنها كان حزب منفتح على العديد من التيارات، وذلك اللي شكل واللي بناوا معناها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ما كانوش عندهم تفكير واحد ومعناها ثقافة سياسية واحدة، ناس جت من 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 تيارات مختلفة. يعني محمد المواعدة يمثل ثقافة معينة، اسماعيل بولحية دليل جازي معناها ثقافة ليبرالية حديثة كذا، خميس شماري جاي من 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 المدرسة الاشتراكية ومن بيرسبكتيف، وهذه معناها فكرة كانت تعطي قوة للحركة الديمقراطية الاشتراكيين. ماهوش حزب ايديولوجي، ومش حزب التف حول شخص فقط، كان أحمد المسيري شخصية اعتبارية مهمة، ولكن كانت هناك ديناميكية. علاش انك قربت الحزب ودخلت ما انتميش الحركه الديمقراطيه، لكن عشت الاجواء نتاعهم وخدمت انا في جريده المستقبل. كي تشوف الاشخاص وتشوف وتتحدث مع الاعضاء وقتها ومع المسؤولين نتاع الحزب، بالفعل تشعر ترى بانك امام تنوع، ولكن هذا التنوع ضمن افق مشترك. ثم الحاجه الاخرى ان احمد المسيري هو شخص صلب، يعني ما كانش معناه قيادي عادي، كان قائد حزبي عنده قناعاته، لكن في نفس الوقت كان يسمع وكان يتفاعل مع الآخرين، وكان يسمح بهذا الصراع بين الأطراف داخل الحزب السوري. وذلك عش كانت حركة الديمقراطية كانت مهيئة لكي تقود المعارضة في تونس، ربما كانت مهيئة لكي ترث الحكم في عهد بورقيبة لولا العديد من الأخطاء والحسابات اللي كانت خاطئة في ذلك السياق. سي صلاح كيفاش سمح بورقيبة للمدياس أنه تتكون وتتأسس وقت اللي هو كان معارضة تعددية خارج معنا داخل الفضاء السياسي العام؟ بورقيبة في لحظة من اللحظات
ما أمنش بالتعددية الديمقراطية بشكل عميق، لكن كان يقول في مؤتمر مسير، سمحني نعطيك بعض من خطابه، يقول أن الديمقراطية طريق وعرة خادعة ينبغي التقدم فيها بخطى ثابتة ولو اعتبرها البعض وإيدة بطيئة، فسياسة الشعوب تتطلب الأنات والتبصر شيء كثير، وكذلك نحن أردنا الإسراع في تطوير الأوضاع السياسية بأكثر ما تطيق عقلية الشعب وتتقبل درجة النضج التي بلغها، فإننا نكون قد عرضنا البلاد لمخاطر الديمقراطية الغربية التي لا تلائم أوضاعنا ولا تتناسب مقدار وعي الجماهير عندنا. هذا في خطابه في مفتتاح المؤتمر تاع مسير عام 70. شوف برجيبة كانت عنده شعار مركزي محوري يحدد لنا ثقافته السياسية، كان يؤمن بما يسميه بالوحدة القومية الصماء، لأنه كان خايف، برجيبة كان خايف وكان يعتقد بأنه معناها تونس قائمة على قبائل وعروش وكذا، وأنه إذا فتح التعددية وأصبحت هناك حرية تنظيم وكذا، هذا باش ما يخليش المجتمع التونسي يتوحد ويلتف حول الدولة. هو برجيبة كان يؤمن بالدور الطلائعي والأساسي والتأسيسي للدولة، فبالتالي معنى فكرة الديمقراطية أي أحزاب وناس تتناقش وبرلمان والقيادة السياسية بتكونش قادرة على أنها تؤثر، كانت الفكرة معناها ضعيفة ما يمنش بها أصلاً برجيبة. وبالتالي تفاجأ من الأول أن وقت اللي حمد المسيري وناس آخرين بدأوا يدعيوا إلى تغيير في مستوى النظام السياسي ويحكيوا على تعددية، هذه من الأشياء اللي خوفت برجيبة وخاف أنها تنجر عليها انقسامات وعدم قدرة القيادة السياسية على توحيد وعلى التوجيه وعلى مركز القرار في البلاد. شيئا فشيئا بدأ يخضع من خلال القبول بالأمر الواقع، وذكر وقت المؤتمر بتاع 81 معناها محمد المزالي الله يرحمه عمل مجهود كبير وحاول مع جماعة أخرين باش يقنعوا الرئيس بأنه يقول كلمة في الخطاب تكون هي بداية معناها انفتاح سياسي، ولكن هكذا الانفتاح كان برجيبة حذر منه، ولذلك بسرعة فهمتني ضرب الاتجاه الإسلامي حتى في السجن في نفس العام ذاك، وبعد هي واجه انتخابات 81 ونتائجها ورفض القبول بها هو ومجموعة معه، لأنه برجيبة ما هضمش أنه هو يصبح معناها يفقد السيطرة ويكون هو الزعيم الأوحد للتونسيين، وكان ضمنيا يعتقد بأن الديمقراطية مش تضيع، وذاك عشان توصياته يقول ردوا بالكم فهمتني أنكم ودوك تفرطوا في الوحدة القومية الصماء وترجعوا عروش وقبائل وعائلات وكذا، وقتها تذهب ريحكم كما قال. خلينا سيستاح نخرج فاصل قصير ثم نعود لمسألة النقاش. تفضل. باسل عجبني جمله من النقاط تطرحها سي صلاح تتفاعل معها، تفضل. ان شاء الله. هو كل حال الحديث على التاريخ باش تغطي مرحله تاريخيه طويله في وقت قصير صعيب شويه، ولكن احنا ما دام الحديث هو على شخصيه معينه هي شخصيه حمد المستيري الله يرحمه. سي حمد المستيري تحدث من بكري في مرحله ما قبل الاستقلال، هو كان في الوفد المفاوض، وصالح بن يوسف كان في حكومه شنيق، حكومه شنيق اللي هي ماذا كانت تفاوض، ولكن بعد فشل الحكومه هذه او تم معناها حلها واعتقال معناها الرئيس نتاعها، جات حكومه سي طاهر بن عمار اللي كان فيها سي احمد المستيري. احمد المستيري مدرك بان المرحله هذيك هي مرحله تصفيه الاستعمار، وان امريكا والرئيس ويلسون بالاعلان نتاعو قرر اللي راهو سيتم طي صفحه الاستعمار وبدايه مرحله جديده. المفاوضات كانت حول الحكم الذاتي. صالح بن يوسف يعرف المفاوضات هي حول الحكم الذاتي، اذا سي احمد المستيري ان يكون مع بورقيبه في الظروف هذيك يعتبر منسجم مع نفسه بدون شك. النخبة هذه اللي كانت تقود في الحركة الوطنية بالرصيد النضالي بالشرعية النضالية اللي موجودة، بعدين أمكن لكل واحد منها باش يكون عنده هامش من الحرية ويكون عنده شخصيته ونجم يعبر بطريقة اللي يكون فيها جرأة في تناول منها القضايا. النظام السياسي معناها كان دائما أبدا يمر بأزمات، والأزمات هذه بعضها مرتبط بشخص بورقيبة وبالظروف الصحية متاع بورقيبة أو بالخيارات متاع بورقيبة، إذن كانوا يوافقوا في أشياء وما يوافقوش في أشياء. نقول نظام يمر بأزمات، جاء الانقلاب متاع 62 مجموعة المسلحة، تصفية الملف اليوسفي،
بعد المعارضه الطلابيه اللي بتظهر في اخر معناها ال 68 معناها بعد الثوره نتاع 68 الثوره الطلابيه في فرنسا تتعالى الاصوات اللي تطالب بالاصلاح منها سي احمد تليلي دور اتحاد الشغل بدا ايضا معناها يتنامى الفشل او انهاء تجربه التعاضد ودخول مرحله جديده وجود حديث على خلافه بورقيبه واصبح هناك خليفه لبورقيبه اللي هو السي الهادي نويره في ظل التفاعلات هذه كل بدون شك برز معناها موقف نتاع ناس يطالبوا بالاصلاحات الديمقراطيه يطالبوا بالانفتاح السياسي وهذا منسجمين مع روح العصر منسجمين مش منسجمين نقول مع الانظمه اللي كانت موجوده في افريقيا ولا في العالم الثالث اغلبها هي انظمه نتاع معناها الحزب الواحد لكن كان منسجمين مع التوجهات اللي موجوده في الغرب انذاك واللي ترى اللي المستقبل سيكون بالديمقراطية والمستقبل للديمقراطية هذه النخبة السياسية اللي هي مطلعة على التحولات العالمية ولها دراية بمعناها النظام العالمي دراية معناها دقيقة اختارت أن تكون مع العالم الحر أن تكون مع المعسكر الغربي وأن تكون داعية للديمقراطية ومش داعية للديكتاتورية الكوريتاريا ولا الخيارات معناها يعني اللي مشات فيها بعض البلدان معنا الاشتراكيه او البلدان المعسكر الاشتراكي فسي احمد المسيري اذا كنشوف الخيار نتاعو نلقاوه معنا ضمن الخيار التحرري الديمقراطي ضمن البيئه التونسيه اللي هي مجتمع عربي اسلامي بثقافته العربيه الاسلاميه ولكن برؤيه تجديديه نعرفوا سي احمد المسيري اللي قالوا بكس الصلاح فعلا كان يرفض العنف معناها كان يرفض السريه ولكن ما كانش يتنازل على المبادئ نتاعو وبقات ثوابت مع احترام الهويه العربيه الاسلاميه وتجديد الهويه العربيه الاسلاميه العداله الاجتماعيه والديمقراطيه السياسيه هذه معنا قام عليها مشروعه السياسي معناها وظل متمسكا بهذه بالثوابت هذه انا اذكر كذلك اللي وصح حركه الاسلامي في الظروف هذيك اللي ذكرته انت قال معناها يقول اذا كان تحبوا تعملوا السياسه في البلاد حاجتين لازم تتجنبوه العنف والتشخيص انا المقصود التشخيص اي لا يتركز المعارضه على شخص بورقيبه لا يتم انا التشخيص معناها ربما يمكن ينقد الاوضاع لكن دون تشخيص وهذا صعيب في الحقيقه في السياسه الانسان يمشي معناها بدون تشخيص في نظام سياسي اللي هو متمحور حول الزعيم. حول شخص او ازمه النظام ومعنى تطورات النظام معناها مرتبطه بالشخص علاش بورقيبه قبل فيما بعد في بالي الاسباب اللي خلت بورقيبه يقبل هي عمليه قفص بعد الازمه نتاع 26 جانفي الخميس الاسود جاءت عمليه قفصه اللي كشفت المستور بينت عمق الازمه الاجتماعيه والازمه السياسيه ظهرت بلي النظام مهدد في وجوده انه لا يمكن ان يستمر بالسياسات السابقه كان ثم ازمه مع ليبيا كان ثم صعوبات مع الجزائر كان ثم ازمه اجتماعيه معنا علاقة متوترة مع اتحاد الشغل ومحاكمات سياسية للطلبة ومحاكمات معناها للنقابين ومحاكمات للمعارضة يعني نهار اللي تم الاعتراف برابط حقوق الإنسان منح التأشيرة رابط حقوق الإنسان نهار ذاك كان ثم محاكمة من حزب حركة الوحدة الشعبية معناها والمحاكمات للطلبة من بعثيين ومن معناها يساريين ومن معناها ناس قراب يعني هذه كلها كانت تدعو إلى أن البلاد تدخل مرحلة جديدة كان نظام متردد ويتلكأ ويناور لكن لما جت عملية قفصة تم إقناع بورقيبة بأنه يلزم الدخول مرحلة جديدة ومن هنا يجي أنه الخطاب نتاع بورقيبة اللي قال لا أمانع في تكوين أحزاب ولا أمانع بأن يكون في البلاد معنا أحزاب سياسية وقتها حركة الديمقراطية الشريكة هي جاهزة هي موجودة هي حركة أما كان ثم يعني الأحزاب اللي مهيكلة ومنظمة حركة الوحدة الشعبية اللي بعد تقسمت حزب الشيوعي اللي هو محظور منذ سنة 61 لكن مسموح له بالنشاط كان موجود وعنده منها المنابر نتاعو وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين اللي كان عندها جريدتها وكان عندها وكان جريدة الرأي يعني لكن بعد الاعتراف بها أصبح عندها زوج جرايد المستقبل والافينير معناها في تقديري اللي الوضع أملى على بورقيبة أنه يفتح الباب لمرحلة من التعددية لكن سرعان ما تم التنكر لهذا والتراجع فيه وكان لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين معناها يعني دور في هذا أو معناها دفعت ضريبة هذا لأن انتخابات تشريعية 81 فازت فيها الورقة الخضراء
ورقة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين اللي معناها اللي كانت تمثل البديل الديمقراطي أو المنافس اللي يمثل تحدي بالنسبة للحزب الحاكم آنذاك، ووزير الداخلية أذن بتزييف الانتخابات وتغيير نتائج الانتخابات. من هنا نذكر وقتها كلنا اللي سي أحمد المستيري قال اتهم وزير الداخلية، وخرجت معناها الجريدة متاع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بعنوان كبير اتهم جاكيوز معناها وزير الداخلية بأنه هو الذي زيف الانتخابات. هذه الملابسات اللي خلات يمشي معنا خاصة بعد ما استبدال معناها السيد هادي نويرة محمد مزالي، ظن الجميع اللي باش تبدا مرحلة من الانفتاح السياسي سرعان ما أغلق القوس. نعم. واستمر ربما نظام على طبيعته هذيك في معناها التضييق على خصومه وقمع الخصوم نتاعه ومحاكمة خصومه ومحاكمات سياسية. سي سلاح سي أحمد المسيري 13 عام تقريبا على الام دي اس، من 78 تاريخ التأسيس إلى تقريبا 92 يوم غادر الام دي اس، كيفاش كانت علاقته في هذه الفترة مع التيار الإسلامي اللي كان على طرف نقيض مع النظام؟ النظام بورقيبي يعتبر أن وجوده مرتهن بإقصاء الإسلاميين من الحكم. تعرف ثم حاجة لاحظتها وكتبتها ومقتنع بها، أنه أحمد المسيري حركة الديمقراطيين الشركين وخاصة حسيب بن عمار من خلال تجربة جريدة الرأي، هذه من الأطراف أساسية لعبت دور في تطوير الثقافة السياسية عند الإسلاميين. لأن أحمد المسيري ما كانش فقط هو مع القانون وضد العنف، كان عنده مشكلة وديما وقت اللي يتناقش مع سراج الغنوشي يعني تقع في نوع من تبادل الرأي اللي نعتبره أنا نقاش جدي وإيجابي. كان ضد توظيف الدين في العمل السياسي، وكان ديما يحاول يبين أنه مرحبا بكم مش مرحبا بكم، يعني أنتم جزء من هالبلاد هذه، لكن خليوا الدين في نطاق معين، ما تجعلوا شرعيتكم تستمدوها من الإسلام. الإسلام قاسم مشترك يمنوا به التوانسة، وكان معناها ضد عملية التوظيف الدين في الصراع السياسي. فكانت هذه مسألة مهمة، وقعدت سنوات في كل جلسة تقريبا وقت اللي بيشيق عن نقاش حول التنسيق والمرحلة يطرحها بشكل من الأشكال، لأن بالنسبة لي ثابت من ثوابت ثقافته وفكره معناها السياسي. حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وقفت منذ البداية مع الاتجاه الإسلامي. المحاكمة الأولى معناها محامي الامدياس وحمد المسيري خذ مواقف مهمة، والحركة معناه رغم لهذا أزعج بورقيبة كثيرا. بورقيبة كان يعتقد بأن وقت اللي باش ينفرد بالجماعة الإسلامية وقتها وقت ولد بتاع نفسها كحزب سياسي ما يشتاق شكون يسنده، لقات شكون يسنده، ومش حد حقيقة حركة الديمقراطيين المشاركين جزء هام من النخبة السياسية وقفت ضد قمع الإسلاميين ووضعهم في السجن في تلك المرحلة. وكانت دائما هناك زيارات، هناك مواقف خاصة على مستوى إصدار البيانات على مستوى وقت بدأت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تهتم تونس، وقت بدأت الناس بالمئات تحاكم، فبالتالي أصبحت تونس تجلب اهتمام نشطاء حقوق الإنسان. كان ديما حركة الديمقراطية الشركين تعطي ذلك الدعم المعنوي الهام. الأمر الثالث اللي هو مهم في التاريخ التونسي الحديث هو أنه أحمد المسيري وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين لعبوا دور، والعائلة الوالد خديمة الحركة كحزب، لكن خديمة على العائلة لأن فيها ناس أخرين مهمين لعبوا دور، هما اللي أعطاوا مجال باش تولي الحركة جزء من الحياة الداخلية التونسية. إيش معناها؟ معناها الحركة كانت من حركة سرية ومن بعد خرجت بشوية بشوية، اللي استوعبها واللي ساعدها واللي معناه حولها إلى جزء من المعادلة السياسية الداخلية كانت أطراف متعددة، وفي مقدمتها حركة الديمقراطيين الشراكين وأحمد المسيري. وهذا اللي سيكون له تأثير في علاقة أو في قبول الإطار الدولي والأطراف الدولية، سواء كانوا أمريكان أو خاصة الفرنسيين اللي كانت ينظر نظرة معناها حذرة جداً وربما معادية للحركات الإسلامية، كانوا يستندون في ذلك على شهادة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وباعتبار أنهم عندهم معرفة وعندهم علاقات
معناها قوية وواسعة بحركة الديمقراطيين المشتركين. إذن اعتقادي بأن الحركة لها فضل على الإسلاميين في تونس من أجل في دفع تطويرهم وإدماجهم وتحويلهم إلى حزب تونسي يؤمن بأن تونس لها دور ولها مكانة وأن لها دولة ولها حدود ولها علم ولها خصوصية. هذا أنا أتصور من بين الأطراف اللي لعبت الدور فيه هي أحمد بن سيري وحركة الديمقراطيين المشتركين. عندك مدخول فيها طبعا سي صلاح فتح ملف العلاقة بين الإسلاميين وحركة الديمقراطيين المشتركين وعلاقة أحمد بن سيري بحركة الإسلام. مهم جدا الموضوع هذا لأنه هي مرة مجلة المغرب نتاع سي عمرو صحاب وعملت كما الكاريكاتير كتبت فيها مستيري ديمقراط سوسياليست يعني لام دي اس موفمون حتى بلاصتها مستيري الان باعتبار اسمه يبدا بالام مستيري ديمقراط سوسياليست. انا نقول نجم نقولوا حتى معناها المستيري باتريوت ديمقراط سوسياليست يعني اللي خلى سي حمد المستيري والحركه نتاعو معناها ترفض المحاكمات السياسيه وترفض اقصاء حركه الاتجاه الاسلامي هي الوطنيه. المنطلق مش فقط ديمقراطي نقول المنطلق هو ايضا وطني معناها الموقف الوطني املى عليه انه يرفض المحاكمات السياسيه يرفض قمع طرف سياسي طرف سياسي كان عنده انتشار معناها على مستوى البلاد انتشار شعبي وانتشار شبابي معناها خاصه في الجامعات وفي الثانويات معناها وهو نرجع من جديد عاش الظروف نتاع شيء ما يشبه الحرب الاهليه في الفترة معناها الصراع اليوسفي البرجيبي ويعرف النجم يتطور الصراع إلى ما يشبه الحرب الأهلية وعلاش هو كان ما يرفض العنف ويرفض منها الصدام ويرى الحل يكون بالحوار ويكون بالاعتراف وبالتعايش وحاول باش يكون يلطف المواقف في أصعب الظروف. أنا نذكر في المحاكمة متى 87 لما كانت القيادة الإسلامية موجودة في السجن وتحاكمت محكمة أمن الدولة يوم إصدار الأحكام إذاعة فرانس انتر لرافي الصباح سألوا سي حمد المستيري على موقفه وكان برشا ناس يتوقعوا أن ستصدر أحكام بالإعدام وصلاح أنت وكبتها الفترة ذيك بالباهي فقال راهو الحكم بالإعدام على راشد الغنوشي قال باش يكون ما سماه هو إن فوت بوليتيك إريبارابل راهو باش يكون خطأ سياسي غير قابل للإصلاح وغير قابل معناها للجبر وبالتالي اعترض قبل أن تصدر المحكمة حكمها على إمكانية صدور حكم بالإعدام وأعتقد بأن ذلك الموقف كان له دور وتأثير في الأحكام التي صدرت في ذلك اليوم واللي معناها كانت معناها ما صدرش في حق القيادة وفي حق معناها رئيس الحركة معناها الأستاذ رشيد الغنوشي معناها حكم بالإعدام في ذلك وهذا والرجال المواقف سي حمد المستيري كان في المنعطفات الكبرى بحكم معناها قلت معناها مواقفه الوطنيه وبحكم الاعتدال نتاعه وبعد النظر كان يتخذ الموقف حتى معناها حتى كان هذا يغضب السلطات او يغضب معناها الحكام يتخذ الموقف اللي هو يقتضيه الظرف وتقتضيه المصلحه الوطنيه العليا. العلاقه مع حركه الديمقراطيين المشتركين كانت علاقه كل حال نقول مرت ربما بفترات لكن في العموم كان ثم علاقة من احترام وكان ثم تعاون وكان ثم حرص من جهة معناها الاتجاه الإسلامي ومن جهة حركة الإسلامي أن تحافظ على علاقة طيبة وعلاقة علاقة علاقة متينة مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في كل الظروف ولهذا كان دائما وأبدا يتم معناها التشاور معهم بل أنه حتى في موضوع العنف اللي هو كان معناها ربما أثار إشكالات في وقت من الأوقات معناها نتذكر ثم مقال كتبه الأستاذ راشد وهبط في جريدة المستقبل اسمه الإسلام والعنف أو الإسلاميون والعنف معناها وهذا معناها نزوله في الجريدة هو في حدث نوع من معناها التفهم والتضامن من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ينفي فيه معناها العنف على الحركة وعلى فكرها وعلى الإسلام في حد ذاته ويرى أن الإسلام معناها يعني دين ينبذ العنف وكل من هو يعتمد المرجعية الإسلامية يلزم كذلك ينبذ العنف. في محطات أخرى كان دائما وأبدا يتم معناها الرجوع على الحركة الديمقراطيين حتى في الفترة اللي ترأس فيها الحركة سي محمد موعدة كانت العلاقات الحقيقة طيبة بل في فترة ما أخذت حتى طابع تحالف وتحالف معناها يعني الاستراتيجي معناها تأثر شوية هذا بعد بالمحنة لكن في اعتقادي كان دائما وأبدا حركة الديمقراطيين الاشتراكيين محطوطة في حسابات حركة النهضة محطوطة في المعادلة الديمقراطية كما تراها حركة النهضة وحتى كي نشوفوا
بعض الكتابات أو المذكرات. أنا ريت في كتابات الأستاذ راشد معناها كثير من التنويه ومعناها يعني فقرات طويلة فيها حديث على الامدياس، فيها حديث على سي حمد المستيري بالذات. وهذه من الأسباب اللي خلتكم ترشحون ثم بعد الثورة باش يقود فترة انتقالية. وأنا أقول حتى بعض أشخاص يمكن كانوا في الامدياس في فترة ما مش متحمسين للتقارب مع الجي اسلامي، يمكن كيما سي خميس السماري في الفترة الأولى، ولكن بعد سي خميس قرب برشا معناها الجي اسلامي وكان عنده دور كبير في معناها أيضا في التصدي معناها معناها وإدانة القمع، قمع الحركة في 87، وكان جسر مع الصحافة العالمية ومع الديمقراطيين في العالم باش يعرف بالقضية دي وباش يكون ثم ضغط كما قلت باش معناها ما يكونش ثم احكام جايره. وصلنا العام 92 الى جانب اخرين، ناس اخرين الامدياس كما كان، خلينا نكمل بادي سامحني، الامدياس هي بالحق هي كانت تمثل الطيف السياسي كل، كان فيها اللي عنده التوجه العربي الاسلامي كما سي حموده بن سلام، معناها كان فيها اللي يمثل التوجه العروبي كما سي محمد موعده معناها الوطني العروبي، كان فيها اللي يمثل التوجه معناها الليبرالي كما سي الدار الجازي، كان فيها اللي يمثل التوجه الاشتراكي كما سي خميس السماري. واختيار سي احمد المستيري لهذه الثله وثم اللي هو حرص باش يكون موجود، معناها سي خميس السماري بحرص من سي شخصي من سي احمد المستيري انضم خميس السماري للام دي اس ومعناها اعطاه الجريده المجله نتاع باش يشرف على مجله لافينير رغم اعتراف بعض معناها القيادات الاخرى في الحركه تقدير منه باللي يلزم الحركه تكون جامعه وشاملة، واللي إذا كانت بالحق بتشكل بديل سياسي ما يلزمش يكون معناها يعني تحصر نفسها في معناها في تعرف العلاقة العلاقة وصلت في لحظة من اللحظات إلى شيء مثير يلزم يتقال يلزم يعرفوه التوانسة وخاصة الجيل الجديد، لأنه النهضة وقت سام الاتجاه الإسلامي لقات نفسها أو اختارت أن تكون في صدام شامل مع بورقيبة ومع النظام البورقيبي، وكانت تفكر في البديل وقت اللي فكرت باش تعمل الانقلاب باش تنحي بورقيبة وباش تبعده عن طريق استعمال جزء من المؤسسة العسكرية أو عسكريين. الفكرة اللي كانت موجودة وقتها أنه باهي بعد ما نحيو بورقيبة شكون باش نحطه، الفكرة وقتها كانت هو أنه كانوا ناويين يبعدوا بورقيبة ويحاولوا يقنعوا حمد المسيري باش يكون هو البديل والرئيس القادم بعد بورقيبة، ومشاولوا معناها المكتبه فهمتني، ومشاولوا معناها سي راشد ومعاه منع شكون وقتها فهمتني الكلام، واقترحوا عليه الاقتراح هذايا مش حتى وقت الانقلاب حتى قبل ما يفكروا في الانقلاب. فكانت الفكرة اللي موجودة معناها على الأقل تخامر معناها ذهن راشد الغنوشي هو أنه كيف يمكن أن نخلق حلقة انتقالية، والحلقة الانتقالية هذه ما قالهاش أفضل من أنه يكون أحمد المسيري، لأن أحمد المسيري مش معادي للدين لكن أيضا ما هوش إخوان مسلمين، ما هوش اللي يعمل بالإيديولوجيا الإسلامية. أحمد المسيري شخص محترم في الغرب، غربيين والأمريكان وكذا يحترموه يعتبروه راجل دولة، لأنك الآن ابتذلت كلمة رجل الدولة. حمد المسيري كان رجل الدولة، يعني يؤمن بتونس، يؤمن بعدم التدخل في الشأن التونسي من أي طرف إن كان، عنده قدرة تفاوضية تخليه يحمي جزء من مصالح معناها تونس، ثم عنده سيولة، عنده قدرة لكي يتعامل مع الطيف السياسي في تونس بشكل إيجابي، وذلك كان هو أفضل من أن يلعب هذا الدور. ثم الحاجة الأخرى اللي لازم يعرفوها التوانسة أنه حركة الديمقراطيين الشاركين كان لها الفضل باش دخلت الإسلاميين في الرابطة التونسية دفاع حقوق الإنسان، لأن مشروع الرابطة هي عبارة عن بناء حركة حقوقية في تونس قانونية وكلام، وفي البداية بطبيعة الحال اللي أسوها هم الناس اللي كانوا يدوروا في الفلك متاع الفكر الحقوقي العالمي. وفي البداية لما تم الاختيار كان ثم اختيار موفق جدا وكان مهم جدا، هو انه معناها يجعلوها متنوعه في البدايه، متنوعه في التاسيس. صحيح انه كانت هناك مشروع نتاع اقامه مؤتمر تاسيسي
عملته حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بالتعاون مع أطراف قريبة منها، حزب الشيوعي فهمتني، أطراف أخرى كان وقتها الميداني بن صالح اللي هو شخصية قومية بعثية، لكن الحزب الدستوري كان وقتها خاف لتولي الرابطة معناها جزء من المعارضة، فعمل قائمة أخرى وقال أنا عنده زادة عنده هو يحب يأسس منظمة حقوقية. وجاءت فكرة أنه معناها كيفاش يقع خلط القائمتين، فخلط القائمتين ثم شخصيات مهمة أيضا لعبت دور، لكن بعد ما أصبحت الرابطة رقم موجود في البلد وبدأت توجد تحولات سياسية، وخاصة أن الإسلاميين معناها كانوا هم الطرف الأكثر معناها عرضة للقمع، فبدأت الفكرة تبرز عند الإسلاميين أن لماذا لا يلتحقون بالرابطة ويدخلوا للرابطة. اللي سهل لهم واللي فهمهم مش معناها حقوق الإنسان كذا جزء كبير له الفضل في لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. نحن نرجع لعام 92، عام مغادرة السيد أحمد بستيري للمدياس. عام 92 هو تقريبا بداية المواجهة مع الطرف الإسلامي، والبلاد داخلة تقريبا في تصحر سياسي كبير، وشخصية أحمد بستيري هي شخصية استشرفية كما قال سي العجمي، إنسان استشرف سقوط الاتحاد السوفيتي منذ السبعينات، أكيد أنه كان يتوقع هالتصحر السياسي وهالمواجهة الكبيرة اللي تشهدها البلاد خلال السنوات القادمة. تشوفش معايا أنه ربما فيه نوع من الهروب من المسؤولية في تلك اللحظة، ولا هالانسحاب هذا يشوبه بعض الشباب؟ أنا الحقيقة كانت بالنسبة لي هذيك لحظة فارقة وتاريخية. أحمد مسيري شخصية اعتبارية كبيرة، كان يعمل التوازن مع بن علي، وكان هو عارف بن علي، هو كان وزير الدفاع وداخل كان جنرال، وبن علي كان يقدر ويخاف من أن يصطدم بأحمد المسيري وتولي صدام معلن وكذا. وأحمد المسيري كان هو الضمان، يعني كل اللعبة كانت لعبة متحركة ولعبة منغمة، فهمتني؟ كان أحمد المسيري قيمته الاعتبارية وكذا تجعله إحدى الضمانات اللي موجودة في البلد. فجأة وقت سمعت بأنه استقال من الحزب تاعه، عملت افتتاحية معناها عبارة عن كيف الواحد مات لأبوه، لأنه أحمد المسيري شخصية سياسية ناضلت ولكنها لم تنجح، وعلامة عدم نجاحه باش يحقق الأهداف متاعه والحلم الديمقراطي متاعه كان وقت اليومها أعلن استقالته. أعلن استقالته لماذا؟ لأنه أدرك بأنه مش ممكن يتعايش مع بن علي من الأول، معناه وقت اللي قالوا له رأوا بن علي خذا الحكم وكذا، معناها ترهج، معناها جاته مفاجأة ما كانش سارة بالنسبة لي، لكن قال خلينا نتبع نشوف لعل هالرجل هذايا، وخاصة البيان متاع 7 من نوفمبر معناها كان بيان واعد فيه مجموعة من الوعود الديمقراطية وكذا. لكن بعد ما بدأ يمارس في أكثر من جلسة مع الرئيس بن علي، أدرك في لحظة من اللحظات بأنه الرجل هذايا ما جاش باش يقسم السلطة، الرجل جاي باش يحكم وباش ينفرد بالقرار السياسي، وإذا كان أمامه خيارين، إما أنه يسكت وبالتالي يفقد روحه كيف الإنسان يشرب حربوشة متاع سم، وإلا معناه ينسحب من الحياة السياسية ويخلي معناه موضوع المواجهة ما كانش مطروح بالنسبة له هو مع نظام بن علي. شوف أحمد المسيري من خلال ما نعرفه ومن خلال ما قالوا لي عليه زاد الناس اللي عاشوا معاه، أحمد المسيري ما يمنش بالمواجهة إلى النهاية حتى مع برقبة، معناها يفارع شوية يقولوا لا يصدر قرار، أما باش يدخل في مواجهة مباشرة مع برقيبة ويستدرج لكي يزيح برقيبة بوسائل المظاهرات والثورة وكذا، أحمد المسيري ما كانش عنده هذا الأسلوب وما كانش عنده هذه القدرة على أن يمشي. وذاك علاش معناها أحمد المسيري شخص طيب، شخص قوي، شخص يحب يغير بالإصلاح وبالتدرج وكذا، لكن مش متاع مواجهات متاع قطيعة ومتاع أنه يعرض نفسه معناه ويعرض الحركة متاعه إلى الخطر الداهم. فكانت الاستقالة هي دليل ومؤشر في البداية 91 نحكيه فهمتني، هي متاع إعلان بأنه دخلنا في نظام ديكتاتوري وبالتالي الحلم الديمقراطي سيتأخر بشكل واضح منذ إعلان أحمد المسيري انسحابه واستقالته، خاطر استقال من الحزب هو بناه، مش استقال من منصب ولا كذا، لا يعني خلى الحزب متاعه اللي هو أسه وخذا حقيبته، يحكي لي من خذا عنده كرتابة دي مكان، خذا حقيبته ونخذها من البيرو متاع الحزب ورجع إلى البيت. عجبي. شوف هو احنا وقت اللي كنا طلبة كنا ننظر احنا كطلبة
الحركة الديمقراطية الاشتراكيين ولا حزب الوحدة الشعبية ولا مناحة الحزب الشيوعي، كنا ننظروا لهم ونعتبرها معارضة كرتونية، نعتبرها مش معارضة راديكالية، مش معارضة يعني معناها جذرية. وبالتالي معناها ونراو اللي مش فاهمة طبيعة النظام أو هي تتصور اللي يمكن إصلاح نظام من الداخل أو إصلاح نظام بالمطالب وبال معناها بالنضالات يعني معناها الكلاسيكية. معناها وراو النظام هذا نظام ما ينجم يتغير إلا بانتفاضة شعبية إلا بالضغط إلا بالكذا. لكن في الحقيقة معناها حركة الديمقراطية الاشتراكيين وسي أحمد المستيري على رأسها ما نجموش نقولوا هي كانت معارضة ديكور، ما كانتش معارضة ديكور ومش موجودة باش تزين وجه النظام. ولما وصل بن علي للحكم ورفع بعض الشعارات في البداية بغاية سحب البساط من المعارضة الديمقراطية وسحب البساط من الإسلاميين بمجموعة من الإجراءات ومجموعة من الشعارات، رفضت الامدياس باش تكون ديكور وحب تكون شريك بالمعنى الكامل، ورفضت باش تكون ثم ديمقراطية شكلية ديمقراطية مفرغة من مضمونها. وجاء الاختبار، جاء الاختبار هو في التحضير للانتخابات، معناها اللي معناها يعني سبقت الانسحاب تاع سي أحمد المستير. معناها كما يقول معناها حسين الهيكل يقول انه معناها وقت اللي ولا مسبح السياسه جاف ما ممكنش السباحه فيه، عاش ممكن معناها يعني ممارسه العمل السياسي، ادرك سي أحمد المستيري اللي ما عاش ممكن يعمل السياسه مع بن علي في ظل الوضع اللي تصنع مع بن علي. وقتها احنا كنشوفوا لخصوا الوضع كل لخصته جريده لوموند في مقال في جمله تقول معناها في بوليتيك اون بان كليما سوسيال توندو اسلاميست اون بريزون، هذه تلخص الوضع كليك. هذا ما عادش وضع يسمح المعارضه الديمقراطيه باش تقوم بالدور نتاعها وهي يراد لها ان تكون مجرد ديكور. حتى بعد رغم اللي لم ديس معناها ولا عندها نواب في مجلس النواب وصلوا الى 10 نواب معناها وتعتبر زعيمه المعارضه والحزب الاول نتاع المعارضه في البلاد، انما معناها وضع معناها المعارضه المستانسه والمعارضه معناها اللي هي في ركاب النظام او موجوده لاضفاء شرعيه على خيارات النظام وسياسات النظام وتكون معناها درجه ثانيه بالمقارنه مع الحزب اللي يحكم، ما تكونش هي تنافس باش تكون غدوه بديل. الوضع هذا في تقديري سي احمد المستيري رفضه، هو موقف من بن علي ولكن اختار ان لا يصادم وان لا يواجه، معناها انما اختار الانسحاب، والانسحاب قد يكون له دلاله بليغه في مثل الظروف هذيك. وثانيا رفض ان يكون الحزب نتاعو معناها معناها اللي بناه معناه وناضل معناه في قيادته منذ وقت بورقيبه ان يكون مجرد ديكور في النظام السياسي اللي موجود. معناه وكان كذلك يتوقع اللي الخيار هذا سيفشل واللي الازمه ستتعمق وان الصدام قادم. وبالنسبه للام دي اس وسي احمد المسيري رايهم عقيدتهم السياسيه يعتبروا اللي البلاد ما تتحملش. هو اكيد اللي خلاهم دائما ابدا يدعيوا للتهدئه او للمرحليه او للتدرج ان يراوا الى البلاد ما تتحمل. شوف اعتقادي مفهومهم انفسهم للوطنيه ساعات هو انك راعي الظروف نتاع البلاد والاحوال نتاع البلاد. ولو انه الانسحاب نتاعو فيه برشا قراءات البعض منها يمشي في منحى سلبي، على كل ما نجموش نعطيو نوفيو الراحل حقه، ولكنها هذه لحظات وبعض الدقائق اللي اعطيناها وفاء لروح سيد احمد المستيري. مازالوا لي بعض الدقائق نحب نتناول فيهم بلاد المناسبه. نوجه تحيه لسي محمد مواعده، ربي يشفيه ربي يشفيه ان شاء الله، ربي يحفظه ويقويه ان شاء الله. معناها هذه فرصه زاده نعم. لانه احمل المشعل فيما بعد وقاد مرحله اخرى تختلف يمكن على المراحل اللي قبل لها كثير من الخصوصيات. نعم معناها رئيس سي صلاح وهو حي موجود بيناتنا، ربي نعم. يبقيه وربي يحفظه ان شاء الله. رئيس الجمهورية اليوم يتقابل تقريبا منذ 1 جانفي ما تقابلش مع رئيس الحكومة، اليوم يعقد معاه لقاء في قصر قرطاج ولو بحضور وزير الدفاع، ويحسم في مسألة ما يسمى بوثيقة الانقلاب، ويعتبر أنه ما ثماش انقلاب على ما ثماش انقلاب دستوري ولكن ثم انقلاب على الشرعية، ويحسم في هذه المسألة ويعتبر أنه الفصل 80 هو من الدستور ولكن ما ثماش تفكير فيه. لا قبل ما نجاوبك على هذا أنا معناها نطلب من حركة النهضة تحديدا
ثم أشخاص ما تنساوهمش، تختلفوا معهم ربما ما تنساوهمش. محمد معدة ما تنساوش لأنه قف معاكم، وإسماعيل بودحية اللي كان يتهم بأنه قريب من حركة الاتجاه الإسلامي، معناها الحقيقة الشيء اللي وقع مش مفيد وما هوش معناها مش من قيمنا. دونك معناها أنا في رأيي أنه على الأقل هذوز أشخاص هذوما ما تنساهمش، إضافة إلى خميس شماري. حتى سي إسماعيل نوجه له تحية، وأنا راني نعرف اللي كانت علاقة طيبة مع سي إسماعيل، معناها وبعض الخيان معناها برشا مرات ينقلوا أصدقاء طيب على مواقف حتى في الظروف هذيك معناها صعيبة. فهي هذيك راهي كلها عائلة سياسية واحدة، وإحنا من ربما فترات يكون واحد أقرب من واحد، والواحد يكون في موقع الصدارة أو الآخر أقل، لكن في كل حالات هي عائلة سياسية محترمة وطنية وتستحق كل التنويه. شوف أنا في رأيي معناها ما يسمى بالوثيقة التي سربت أو مسربة أو كذا، واللي فيها تفاصيل متاع إعداد انقلاب سماوه دستوري، أنا في تقديري هالوثيقة هذه لها وجهان. لها وجه معناها سلبي، لأنها تعكس حالة من الاحتقان وحالة من فهم الخاطئ ورهان خاطئ على إمكانية الخروج من الأزمة السياسية في تونس، لأن اللجوء إلى لغة الانقلابات وأساليب الانقلابات معناها هي متناقضة تماما مع الخيار الديمقراطي اللي خناه في تونس. ولكن من جهة أخرى فيها جانب إيجابي، أنه جعلت الرئيس الجمهورية يرى نفسه وكأنه وقع في مأزق، لأن هناك من يتصور بأنه يريد أن ينصح رئيس الجمهورية، ولكن في الحقيقة النصيحة متاعه مكلفة جدا لرئيس الجمهورية. فلذلك بعد صدور الوثيقة والكلام اللي تقال في الأوساط، بدأت الناس تتساءل وين مستقبل التجربة التونسية، وين مستقبل الديمقراطية مع شخص في مستوى رئيس الجمهورية اللي ناس آمنت أو على الأقل الناس اللي يعرفوه عن قرب إنسان يمد بالديمقراطية ويحب يساعد على تحقيقها. هذاك علاش أنا في رأيي اللقاء متاع اليوم وكأنه ناتج عن وقف التأمل، كأنه رئيس الجمهورية دا يدرك اللي الخيوط بتهرب عليه، وأنه الماكينة متاع الرئاسة يمكن تقع نفسها في زنقة. هذاك علاش أنا نعتبر أنه إيجابي اللي حصل، وأنه رئيس الجمهورية أولا قبل رئيس الحكومة، ما ثماش حاجة كبيرة ياسر باش نجم نبنيه عليها تحلينا، لكن على الأقل تلك القطيعة اللي استمرت معنا أشهر وتبين أنها قطيعة مضرة جدا، رئيس الجمهورية عملها اللقاء. والحاجة الثانية اللي كانت لافتة للنظر واللي مهمة، هو أنه رئيس الجمهورية أدان بشكل واضح الوثيقة وما تضمنته، هذه المقترحات اللي ضمنتها مش جابها واحد مكاكة من الشارع، لا ثم كلام تقال، ثم ناس وصلت إلى قناعة اللي هي تعمل منعرج كبير في البلاد، معناها لو مشينا فيها هذاك عشان هو معناها رفض فكرة الانقلابات، أكد إيمانه بالديمقراطية واعتبر أن هناك مؤسسات دستورية وهناك دستور، وبالتالي اللعبة ستكون قانونية دستورية وليس خارج في إطار الدستور. نعم. أنا في اعتقادي هذا يطمئن، رغم اللي كنت نتمنى أنه رئيس الجمهورية يزيد يفهمنا أكثر برشا خلفيات، لكن مع ذلك نعتبر الشيء اللي وقع اليوم إيجابي، إن شاء الله تكون بداية تحول في سياسة رئيس الجمهورية تجاه المؤسسات، تجاه الطبقة السياسية، تجاه معناها المعادلات اللي موجودة، ويخاطب التوانسة بكل وضوح. نعم سي العجمي، انتم كانت النبرة نتاعكم حادة تجاه هذه الوثيقة المسربة، المكتب التنفيذي خرج بيان ودعي فيه للتحقيق في هذه الوثيقة وما تضمنته، ودعي لتكوين لجنة برلمانية للتحقيق فيما تضمنته الوثيقة، كأنه عندكم خوف مما ربما من هذه الوثيقة ومضمونها. طبعا الوثيقة غريبة وعجيبة، معناها يعني كل واحد يطلع على المضمون متاعها أما يشعر بالصدمة ولا بالحيرة وإلا ما يشعرش بالارتياح، وما يشعر حتى بالغضب والنقمة من أن ثم ناس تفكر التفكير هذاك. معناها إذا ناخذوها خطة تطبيقية لمعناها الفصل 80، إذا يطبق الفصل 80 بالطريقة هذيك يعني يا خيبة المسعى، أنه معناها من غير مدخل في برشا تفاصيل تقريبا يقترح عقد مجلس أمن قومي، احتجاز رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، معناها يعني عزل القصر الرئاسة على المحيط نتاعو الخارجي، الإعلان على البيان هو تقريبا يسمى البيان رقم واحد،
اجراء تغييرات في معنا تغيير الولايات، تغيير معنا المديرين العامين او القيادات الامنيه، تغيير الوزراء، تجميع جميع السلطات. هالشيء هذا معناها ماشي عكس اليوم تمنكم رئيس الدولة، عكس مصلحة البلاد وعكس التاريخ وعكس خيار الشعب التونسي وعكس انتظارات الشعب التونسي وعكس انتظارات العالم من تونس. معناها ولا اعتقد شخصيا باللي سيد رئيس الجمهورية يمكن انه يمشي في حاجة من نوع هذا. وبالتالي معناها الموقف من الوثيقة ليس موقف من الرئيس، موقف من الوثيقة هو ممن فكر بهذه الطريقة وممن اقترح هذه الخطة الجهنمية اللي يمكن تهز البلاد للفوضى وتزمنا الى 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 هذا كلام تقال تقريبا لا ما تقالش بالطريقه هذيك. لا حتى حد ما قال ربما ثم ناس قبل قالوا كونه رئيس الجمهوريه ينجم ربما بعض الشخصيات يحط تحت اقامه جبريه ولا ينجم ياخذ بعض كذا. اما اللي رناه معناها يعني حتى المؤسسات والله نقول مع اللي عندها لا يمكن لا يتصور منها باش حتى تقبل بحاجه من النوع هذا. ليش تحشر في مدير الامن الرئاسي في حاجه كما هكا وفي شيء من اللي هو هذا كله اعتقد اللي هو مش مقبول على الاطلاق. نعم. نجيو توا ربما اللي صار اليوم اعتقد اللي صار اليوم في معناها باش تعليقي الشخصي. نعم. خاطر احنا ما الان ثم مكتب تنفيذي وربما يتداول في هذا الموضوع اداره فيه معناها ما يستحق ويمكن يكون عنده موقف. انا اولا بحذاك لهنا قلت قبل نطلب من رئيس الحكومة أن يصلح وضعيته وعلاقته مع سيد رئيس الجمهورية. فهمني؟ وربما أنت خلفتني ولا ثم شكون خلفني في الشيء هذا. لكن في المقابل سيد رئيس الجمهورية يلزم يكون جزء من الحل في اعتقادي، يلزم يصحح العلاقة مع رئيس الحكومة. وحتى يستقبله اليوم الأصل فيه يستقبله كرئيس حكومة ويستقبل معه وزير الدفاع باعتباره وزيرا في الحكومة. هذا هو الوضع السليم الدستوري القانوني. ينجم يستقبل وزير الدفاع وحده باعتباره وهو قائد على القوات المسلحه ويمكن يدرس معه في شان يهم معناها جيشنا الوطني او يهم معناها يعني معناها برامجه او كذا. بالتالي هذا ساعة. لكن الخطوه معناها اللقاء مهم. الرسائل اللي وجهها سيد الرئيس ثم شيء صريح وثم شيء ماهوش يعني ضمني. الشيء الصريح انه ضد الانقلابات، انه لا يفكر في الانقلاب على الدستور، انه ما يعتبرش ثم حاجه اسمها انقلاب دستوري، أنه لا يتحمل مسؤولية هذه الرسالة وقال ابحثوا في اللي يبعثها ولوجوا عليه وصرفوا بالطريقة اللي تراها مناسبة. ما راه ما عندوش ذنب باللي جاي وجواب أنه هو واحد بعث له جواب فيه كلام طيب ولا فيه كلام ماهوش به. أيضا التأكيد على وحدة الدولة، تأكيد على أنه وحدة الدولة وصيح عنها رئيس الجمهورية واحد. لكن اليوم لأول مرة يقول ثم عندي رئيس حكومة وعندي رئيس برلمان والسلطات هذه يلزمها تتعاون مع بعضها في اطار وحده الدوله، واللي دولي بدوله ما يلزمش تعطل، ومصالح الدوله ما يلزمش تتعطل، وان اللقاء هذا هو في حد ذاته لاستعراض نتائج الزياره اللي صارت في ليبيا باعتباره رئيس الجمهوريه معني بالسياسه الخارجيه، فحب يطلع على نتائج هذه الزياره من رئيس الوفد اللي مشى غاديك اللي هو في نفس الوقت رئيس الحكومه. اعتقد كلها اشياء معنى ايجابيه. ايضا رئيس الجمهوريه دافع على روحه في اعتقادي، أو حب يجاوب على أشياء موجودة عند الناس. الحاجة الأولى هو يحب يبين باللي راه قراراته لا يحددها أي طرف آخر، يحددها مبادئه ويحددها معناها الشعب التونسي. من ذلك المكالمة الهاتفية، وأعتقد اللي يقصد الرئيس ما سماش لكن يقصد المكالمة نتاع نائبة الرئيس الأمريكي، يقول باللي العباد اللي تكلموا في الموضوع هذا اللي يقولوا فيه كله تخمينات وأنا المعني ما تكلمتش في الموضوع هذا وأنا نعرف شنو اللي صار. خلينا نكمل. ثم أيضا أشار سيد رئيس الجمهورية في آخر جملة تقريب اللي قال ثم شكون قال واللي ماشي باش يعمل تحالفات وكذا، أراد الإشارة لزيارته لمصر أنه ليس للانخراط في محور أو لعقد تحالف مع طرف إقليمي ضد أطراف في تونس، أنه اللي حدد له معنى سياسته هو الشعب التونسي والتحالف نتاعه هو مع الشعب التونسي. فاعتقادي التوضيح هذا مهمة ربما إن شاء الله نبني عليها ونراو غدوة السلطات تشتغل مع بعضها ويفضل أزمة معناها الأزمة نتاع الوزراء هذوما اللي مازالوا ما أداوش اليمين وتفضل أزمة العلاقة مع الحكومة. كما سي العجمي معناها في أنه ممكن ياسر يكون هذا باب ولا أنا نتمنى أنه يكون هو باب. وبالأساس أدعو أنا أعتبر الكلام اللي كان يقول فيه الآن سي العجمي مهم، أنه كيف نقرأ قراءة إيجابية لما أقدم عليه الرئيس وللقاء متاع اليوم حتى نحي شوية السوداوية اللي قاعدة مسيطرة علينا. بالله قبل ما تختم
حبيت نرجع خاطر انت عملت لي نقطه بالنسبه للحركه الديمقراطيه المشتركين. اولا نحب نقول لي غيابه على الساحه اثر تاثيرا سلبيا، وهناك مسعى الان تقوم به بعض الاطراف اللي من حركه الديمقراطيه المشتركين، هي منظمه شبابيه نتاعهم، من اجل اعاده احياء الحركه، وربما يقع الاعلان عن ذلك قريبا. انا في رايي عوده الحركه الى الحياه السياسيه يمكن ان تشكل اضافه، بشرط ان تستفيد من الدروس والاخطاء التي تم ارتكابها في المرحله السابقه. نعم شكرا لك. سي احمد المستيري مناسبه ربما للم الشمل والاعلان على حاجه. شكرا لك المحلل السياسي سعد الجوشي، شكرا لك عاجب اليوريني. انا اذكر موقف سي احمد المستيري الله يرحمه اثناء حرب الخليج. اثناء حرب الخليج كانت المعارضه مره يجتمعوا في مقر الامدياس، مره في عند الميت، مره عند الحزب الشيوعي، في اجتماع مع في مقر الامدياس بحضور ابو الهول وصلاح صلاح. يقال سي احمد المستيري قال الحمد لله اللي أحياني ربي، وريت صاروخ عراقي عربي يضرب في قلب تل أبيب. هذا شكراً حاجة لك. شكراً لك القيادي بحركة النهضة العجمي اليوريمي، شكراً لكم على حسن المتابعة. يتقابل غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.